قدمت سعادة السفيرة إرما بن سعيد الكثيرية أوراق اعتمادها إلى جلالة السلطان حاجي حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، سفيرة فوق العادة ومفوضة لسلطنة عمان لدى سلطنة بروناي دار السلام، وذلك بقصر إستانا نور الإيمان. ونقلت سعادتها تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته إلى جلالة سلطان بروناي دار السلام. من جانبه حمل جلالة السلطان بروناي دار السلام سعادتها نقل تحياته وتمنياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاها وإلى حكومة وشعب سلطنة عمان. وفي هذا السياق أكد جلالة سلطان بروناي حرصه على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتنامية بين البلدين الصديقين، مشيدا بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم ودورها الإيجابي والبناء على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.